ازيكم يا جماعه، عاملين ايه النهارده؟ انا كنت رايح اصور عربيه ولكن رفضت اصورها، وهقول لكم ليه. طيب، لما لقيت العربية صغيرة جدا بدون ما نخش في التفاصيل خالص بتاعت العربية ولا أصحاب العربية خالص، عربية صغيرة جدا لذيذة قوي، كنت نفسي أصورها عاملة زي البلية كده، واحدة صغيرة قوي، ولكن كان جايلي عليها ستيكر على الإزاز الأمامي يعني إيه بقى اللي هو العينين ده، أوكي؟ فانا شايف العربيه جايه عليا، قلت في خداع بصري، انا يا اتحولت يا مش شايف، ولكن ده كان ستيكر فعلا. ولكن هو معمول ازاي؟ عباره عن خروم صغيره جدا، لكن من بعيد بزاويه معينه بيبان لك اكنها ستيكر، اكن ايه الازاز ده متغطي بالكامل بستيكر، تمام؟ فانا اتخضيت شويه من المنظر، و انا دايما بسوق العربيات كتير قبل التصوير، ولما جيت اسوقها مش مزغلل، مش شايف قدامي تقريبا، لازم تفضل تعمل كده بالظبط عشان تشوف من خلال الفتحات الصغيره المايكرو اللي هي في الستيكر ده. انا مش عارف ازاي الناس تسوق بحاجه زي كده، اوكي؟ يعني انا بالكاد عرفت اخد العربيه لمكان التصوير. طيب، اصحاب العربيه دول صغيرين في السن ولكن عندهم رخصه وكله تمام، يعني فوق ال 18 سنه. ولكن انا يعني عندي احساسي بالمسؤوليه، يعني لازم اقول الكلمتين دول، ما ينفعش الاهالي يسيبوا عيالهم لانه ما زالوا تحت يعني مسؤوليتهم يسوقوا عربيه بهذا الوضع، ولا الفيومي الغامق. عشان تبقوا عارفين، يعني غالب العربيات اللي بتجيلي كلها بتبقى ستوك وستوك فيومي، وفي ناس اللي بتبقى جايالي بفيومي اللي هو بيتلزق، بقول لهم لا من فضلك شيله، انا اصلا ما اقدرش اسوق بيه، وهو اصلا غلط لانه هو كمان بيشتت جدا، مش بس ان انت ممكن ما تبقاش شايف المرايه الجانبيه كويس، لا ده كمان اللي عامله في الظهر ورا، هو قاعد في صومعه ومش شايف قوي، وقاعد بقى كده، الحاجات دي مش كويسه. انا مش بقول لك تتصرف ازاي ما تتصرفش ازاي، بس في مسؤوليه تجاهك وتجاه سلامتك وتجاه بقيه الشارع. اللي انا شفته ده الستيكر الامامي، جربت كاميرا صغيره كده شغلتها، اللي هي واحدة من الجو بروز اللي بتصور الشارع إلى الأمام. لا ده يعني أنا رفضت تماما إن أنا أصور العربية. رفضت تماما، ولا حتى إن أنا أستعرض العربية، لأن أنا بالنسبة لي ده غلط. ونصحته، قلت له ده لو أنت مش خايف على نفسك، طب خاف على الناس اللي حواليك في الشارع، دي مسؤولية. وعشان كده للناس الأهالي اللي بتجيب يعني ولادهم لازم يراعوا الحاجات دي. احنا بنتعلم بالاسلوب ده، مش عيب ان الناس تعمل حاجه غلط وتصلحها، بالعكس الناس ما بتتعلمش غير كده يا جماعه، عشان تبقوا عارفين مش عيب خالص ان انت تعمل حاجه غلط وتكتشف انها غلط او خطر، حتى لو انت عايز تتحايل عليها. لا ده غير الكمين، انا ما اعرفش هو اصلا وصل لي ازاي الصراحه يعني بالمنظر ده، ولكن خطر خطر خطر، اوكي؟ ولو كملت برضو على الفيمي عشان اقول لكم، اللي هو برضو بيبقى فاتح لي فتحه كده في الازاز الجانبي من هنا عشان ايه يجيب المرايه، وبرضو شايفها وحش، والفيمي اصلا ما بقاش شايف العربيات اللي في جنبه كويس قوي، كلها برضو اختراعات عشان ايه. فانا ما بنصحش باي حاجه، ما بنصحش باي ملصقات على العربيه، وبحس انها غلط وبتاثر على في الاساس امان السايق وامان كل الناس اللي معاه في الشارع، تمام؟ بس كده كلمتين. انا عارف دمهم تقيل، وناس يقول لك ايه اللي انت بتقوله ده، ما هو كل الناس في مصر مغمقه الازاز. طب ما هو غلط ان انت، وبعدين اللي بيغمقوا الازاز الامامي، معلش يعني اصل هتاخدني الجلاله دلوقتي، اللي مغمق الازاز الامامي هو شايف ازاي؟ واللي بيبقى مغمق الاربعه كلهم جدا و يا دوب فاتح ده، طب هو شايفني؟ انا شايفني كويس؟ ما انا جربت عربيات زي كده كتير وما بقى بالكاد شايف بالكاد. فدي حاجه لازم احنا نلعب دور ايجابي فيها، وفي فرق ان انت تبقى كول وروش وكل الكلام ده، تمام؟ اللي انا ما بفهموش قوي شخصيا، وفرق ان انت كمان تبقى بتأثر على سلامة الشارع وسلامة اللي معاك في العربية وسلامتك الشخصية. يعني انا كنت داخل اقول لكم مثلا بالعربية دي كانت بشعة ازاي، داخل على في دبش صغير كده، طوب، مش حتى دبش، يا دوب طوب صغير كده، كسر طوب، ما كنتش شايفه خالص خالص. واحد كان معايا في العربيه، ايمن اللي بيساعدني في التصوير، قال لي انت داخل فيه، انا مش شايف خالص، مش عارف هو جالي ازاي اصلا،
انا اتوهمت الصراحه يا جماعه النهارده، دي كانت اول مره اشوف الموثقات الغريبه دي، ولا ما ينفعش، ما انصحش بيها خالص خالص. انا اسف الكلام ممكن ما يعجبش ناس ويقول لك انت ايه اللي بتقوله ده، انت مالك، بس انا عليا دور ان انا احذر من الحاجات دي بالذات. خلاص، لو عجبكم الكلام ده او ما عجبكمش اعملوا لايك وسبسكرايب. كريم سلم على الناس، باي. بس كده، كريم لعلمكم مش راكب ولا حاجه، هو عادي يعني، ما احنا بس قاعد جنبي واحنا بنصور في العربيه، لكن لما بيقعد بيقعد فين؟ ورا، مش كده؟ ليه؟ صح. سلام. Bye-bye.